بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. ردا على المجازر التي يقوم بها قوات النظام الأسدي وحزب وعناصر حزب اللات، أنا المجاهد سليمان غزدان أعلن عن تشكيل كتيبة الشهيد محمد قنبر المؤلفة من السرايا التالية: سرية المهام الخاصة بقيادة المجاهد أسد أبو حجازي. الله أكبر. سرية المداهمة بقيادة المجاهد خالد قنبر. الله أكبر. سرية الهندسة بقيادة المجاهد يوسف غزلان. الله أكبر. سرية الاستطلاع بقيادة المجاهد أحمد نواصره. الله أكبر. سرية المشاة بقيادة المجاهد علي قنبر. الله أكبر. ولضرورة العمل العسكري الموحد نعلن عن انضمامنا إلى لواء الكرامة التابع للمجلس العسكري الثوري بدرعا. والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية للمعتقلين. تكبير. الله أكبر. الله.